الحقني يا شاهين الحقني. يا ناقصه بتفولي على ابويا في وشي يا وليه يا ناقصه؟ وده بياخدي مشوار من بلدكم عشان تبخي سمك وتبرطمي بكلمتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايز اقطعه من لوروغه ووشك يا اختي العالم زي الرغيف الطخ. سيبيها بقى يا سميحه. يا سميحه الوليه هتموت في ايدك مش كده؟ احمد امي ما انا خلتها غير لما اطلع زمره رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد واحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من لغلوغه اللي بينزل سم ده. ابا سيبني يا ابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في جهنم. بنتك كفاية كده هتودي نفسك في داهية. وليه قللت الرباية وبنتك سميحة هي اللي هضرب بيها. سيبها يا نعمة. الحقوني يا ناس هتموتي. ما تفهمونا يا اخوان قبل ما نخش. الحقوني. مفيش حاجة. خلي اهدى انت بس مفيش حاجة. الحقوني يا ناس يا ابني بره. هتموتني. يا بنتي خلاص بقى كفاية كده. ايه الولية الناقصة؟ عمال يا اخويا نادي فيها من الصبح وحايل ومايل وعاملة خاطر للمحروسة مراتك باللي بطلها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبانه الضكر اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. يبقى اما اوريك حاجه يا بنت اللذينه هو انت فاكر بيتك هتعدي؟ ده انا هنفخك. لا والله العظيم انا مورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شاكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوك سحل. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. اله ربنا يهدي حيلك زي ما اديتي حيلي يا فشله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه؟ دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا الحقيقة عنتر ضربت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخنقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يستكتش عليها ابدا. دي احنا اللي بقى نضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك علي امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام ده. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمه. ولمس امي اعطاله رقبته. ابوس ايديكوا بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين. انت وهو مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين بيه. خلاص بقى يا سميحه دول برضو ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما اقول لك بقى بسم الله الرحمن الرحيم. يا خطوة رب يا ساتر. خطوة عزيزة يا حاج ازيك؟ والنبي يا حاج انا عايزة اقول لك على حاجة. وحياة حبيبك المصطفى اللي انت ملست على بابه. عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على كامل النور محمد. تكلم الحاج فواز قول له البيت من بعده ضلمة ونسوانه كل واحدة فيهم دمعتها ما نشفتش من على خدها من يومها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. ما هو مش ممكن كده يعني. حرام يفضل سايب نسوانه وعياله وبيته. امال يا اخواتي حج ازاي وبيعرف ربنا ازاي؟ برطامي تقولي ايه يا وليه انت؟ روح اعمل لك العصير. دي جنينه وانت شبه الطار البطريق. دلال ازيك يا بنتي؟ طمنيني عليكي. كان اولى جوزي هو اللي يطمن عليا يا عم الحاج. ان شاء الله يا بنتي بكره الامور تهدى والتعكر يصفى. اقعدي يا بنتي. اقعدي انتي مش حامل الوقفه دي. جوزي فين يا عم الحاج؟ فين فواز؟ يا ريتك يا بنتي تقولي لي يا بابا الحاج زي اخواتك هنا ما بيقولوا لي. واذا كان على فواز يا ستي سافر لبنان عنده شغل هناك وان شاء الله لما يرجع كل شيء هيتصلح. يابا الحاج انت اكتر واحد عارفني في البيت ده كله وعارف انا ايه كويس قوي. وانا ما وافقتش على الجوازه دي ولا على ظروفها غير لما عرفتك انت الاول وشفت حنانك عليا وطيبه قلبك. قلت هي العيله دي اللي بجد هترجع لي عمري اللي راح قبل كده. عمر ايه يا ام عمر انت؟ يا بنتي انت لسه عود اخضر. الدنيا اللي راحت ولا جت عليه سيب الكلام ده للعواجيز اللي زي حالتنا. واذا كان يا ست على فواز جوزك مفيش اطيب من قلبه. وانتي لو لفتي الدنيا كلها على كعوب رجليكي مش هتلاقي حد يهنيكي ولا يدلعك زي فواز. الدلع والهنا اللي انت بتتكلم عنهم دول كانوا القشره البرانيه. لكن اول ما القشره دي بانت كل حاجه ظهرت على حقيقتها. فواز اول ما عرف ان انا حامل يا حاج ساب لنا البيت كلنا وطفش وهنج. اه
اها ما تدخليش عيشه في ام الخير ومال. الله الله الله، مش معنى ان فواز سافر يبقى سافر زعلان وهج عشان انت حامل. امال مشي ليه يا حاج من غير ما يطمن عليا؟ يمكن يا بنتي واخد على خاطره شويه، يمكن ويمكن يا ستي كان عاوز يتدلع معاكي حبتين قبل دوشه العيال، محدش عارف. ومع ذلك يا بنتي كل شيء نصيب، واللي رايده ربنا محدش يقدر يقف قصاده ابدا. يا ريتك يا حاجه تبقى تقول لابنك الكلمتين دول، يمكن يرتجع. سافر؟ سافر راح فين يا ولية؟ ومين قالك انه سافر؟ وانت عرفتي ازاي؟ ما تطلعي يا ولية انت شايفك تالي. يا ستي وانت بدياني فرصه عشان اتكلم؟ ما بالراحه. حاضر بالراحه انطقي. اصل سمعت الحج منعم ايوه بيقول للفردة الجديده فردة. ما تحسني ما نفسك يا ولية، شايفانا جزم قدامك. لا يا ستي ما اقصدش، انا اقصد الست دلال كان بيقول لها انه في لبنان. لبنان تاني ليه؟ والله افتكر يعني هو ممكن راح يجيب واحده جديده لبنانيه. وحيد تصدقي ان انا اللي هجيب لك ست شوار في القناطر وغري من وشي يا جدعتي؟ إيه عشان انا مش طايقاكي وعارف عيد الدنيا كلها تتنطط في وشي. ايه ومدروش على الحمار هيشطروا على البردعه يا ستي. حمار مين ده يا ولية؟ انا اللي بيندهوا عليه بره. ده انتوا عيله تشيل. يلا غري من وشي يا جدعتي يا معفنه. تاني يا حاج لبنان، يا ترى هتجيب لي ايه منها المره دي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرمان يا حاجه كمان ان شاء الله يا انهار. عقبال كده يا رب ما نصلي مع بعض في الحرم ان شاء الله قريب. يا اختي انت على طول رايقه كده ولا دماغك اي حاجه بتحصل؟ ايه يا انهار مالك يا اختي؟ في ايه؟ شكلك كده متعصب وداخله مدخنه. مدخنه؟ فين المنكوسه الثالثه؟ اه سميحه راحت تزور ابوها يا حبيبتي. ليه هو في حاجه؟ لا ولا حاجه. الحاج فواز ماله؟ الحاج سافر لبنان. لبنان تاني؟ وابا الحاج تحت جاي شفت لبطن ايه. هي رجليه رجعت على لبنان تاني ولا ايه يا اختي؟ اه يا هدى يا اختي مش عارفه ناوي على ايه الراجل ده. مش يتهدى شويه؟ مش يتهدى علشان نهدى بقى ونرتاح؟ وبعدين ناوي يعمل ايه تاني؟ ما خلاص ما بقينا اربعه، يعني لو ناوي يعملها تاني طب تيجي ازاي؟ ما تجيش ما تجيش يا حد. يا اختي ما تجيش، ربنا يستر يا اختي، ربنا يجيب العوايب سليمه يا رب. خدي الشنطه وحطيها في العربيه اللي مستنيه بره. ما فيش عربيه، العربيه مع الست سميحه والست انهار. في تاكسي مستني بره، حطي فيه الشنطه يا زينب. تاكسي ايه بس يا اخواتي؟ هي فره وشيطه على الكل. انتي سايبه البيت ولا ايه هدى؟ في ايه مالك؟ ماما كانت بتعيط كتير قوي يا ماما دلال. بنت مش عايزه اسمع صوتك. في ايه يا ماما؟ حضرتك كنت بتعيطي برضو؟ خدي اختك واستنوني بره، يلا. وحياتك يا ماما دلال ما تخليش ماما تعيط تاني. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا خدي اختك وطلعي استنوها بره اسمعوا الكلام. استني يا هدى، وانتي سايبه البيت فعلا ولا ايه؟ وقوعي البلا ولا انتظاره. بلا؟ بلا هي يا اختي؟ قصدك ايه؟ ما تفهميني يا هدى. انا خلاص تعبت من كتر الكوابيس اللي بشوفها واعصابي باظت من كتر الخوف والانتظار، وصليت 100 استخاره لحد ما في الاخر لقيت نفسي بلم الشنط واخده العيال في ايدي ورايحه على بيت امي. ليه يا هدى؟ ليه يا هدى انت مقزمها على نفسك كده ليه يا اختي؟ ما اللي حصل لك حصل لنا كلنا، ايه اللي اختلف يعني؟ عشان كل اللي حصل كان غلط، وكل اللي اتفقوا عليه كان لمصلحتهم وضدي. ما كانش ينفع تبقي حامل يا دلال. ايوه ما كانش ينفع خالص تبقي حامل. شو قصدك ايه؟ ما تاخديش في بالك، دي هلفطه فارغه. انا امي تعبانه قوي واخواتي عيال صغيرين مش هعرفوا يرعوها، ولازم اكون جنبها دلوقتي. استني يا هدى، هو انت هتمشي كده من غير حتى ما تستأذني لحد؟ القضا ما بيستناش حد، امي بتموت ومش هقدر اسيبها اكتر من كده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، أيوة يابا، ازيك؟ معلش، أصلي كنت باخد دش وبعيد عن التليفون. لا لسه ما جاش لحد دلوقتي، مش عارفة ليه. أنا دخلت غفلت شوية وصحيت لقيته برضو لسه ما جاش. لا يابا، ما مرضتش أكلمه، قلت أعملها له مفاجأة زي ما أنت قلتلي. سماح؟ لا ما رجعي. إيه ده؟ بقولك إيه يابا، والنبي استنى بس ثانيه واحده، هبص على حاجه كده وارجع لك على طول. اوعى تقفل، عاوزاك ضروري. ثانيه واحده. فلوس يا بنت الحراميه. لا تكون ماتت اتسوي، وانا اللي موتها. يلا احسن يمسكونا، الله يخرب بيتك.